شنو أكثر شيء لفت نظرك في الأرشيف وما كنت مثلا عارف هذه المعلومة عن هذا العمل؟ لا أبو خالد، يعني بالنسبة للأرشيف، احنا أنا دخلت بالأرشيف من ولادته، ولو بسرد قصة أبو خالد من الولادة وشون اشتغل وشون تطور وشون راح المسرح العربي وشلون المقالب اللي كان يسويها بالمدرسة وشون الناظر بقول أبو خالد شلون الناظر صك عليه وكان أبو خالد مشاقب، كان هذه كلها ما حد يدري عنه. اي كان ما يحب المدرسة وكان كله يطلع، فالناظر صادق. كمل أبو خالد، كمل الموضوع أنت، شلون صادق الناظر وشلون كنت نحاش؟ هذا ما صاد من الناظر، صادتني أمي. ودتك عند الناظر؟ اي صادتني أمي بالسكة. ايه شو تقول يا حمود؟ ليش ما رحت المدرسة؟ مدرستنا المثنى اللي هي مجمع الحين المثنى التجاري. مجمع التجاري. فودتني وياي كذبي، فودتني يما الله يخليك لا توديني، والله الناظر يطقني. كانت تقول لي زين امشي. دخلتنا على الناظر. ها يما من انت؟ كانت تقول انا شفت حمود منحاش من المدرسة. قالت زين حلو، بس من هي انت؟ قالت انا امه. قال ويه انت ميته من زمان. اوف وابوه موجود؟ كانت تقول ايه موجود. قال ويه ميت ابوه، الاصبعي عندنا يتيم الحين. فاي شيء يسويه عادي مسموع. يتيم بس روحي يما روحي. قاص على الاداره. قاص على الاداره عن امك وابوك. اي والله بعدها كذب. المهم قال لها روحي. فدخلني في غرفة وعقاب صغيرة متر متر، كان يقط لي ثلاث عقارب اللي هو الناظر عقاب الخطيب، ثلاث عقارب هذه أذكرها. فسكر الباب علي. أنا عندي الفرجان مال العلوم ومقص ومش عارف إيش وهذا، فكل ساعة وطل علي، كل ساعة وطل علي الناظر، كل ساعة وطل علي. كان أقوم أنا وأقصص الشوك مال العقارب بالمقص عندي. فالحين تأمان؟ إيه، كان أشيلهم وأحطهم على صدري. العقارب. العقارب. أستاذ طل حمود شنو؟ المهم تفلت من العقاب. مدرسة كنت. تفلت من العقاب نقدر نقول، تطلع من العقاب. قال لي ماكو فايده تطلع. اكيد بطلعك اكيد. فاشتغلت وياهم على اساس انه سنويا يقدمون مسرحيه مدرسيه. فاقرب للبشره لهم انا. اي محمد النشمي وعقاب الخطيب سمران وانا اسمر. فخلوني ولدهم بالمسرحية. لا طبنا ولا غدا الشر. فمن اللي حضر في الافتتاح؟ رحمة الله عليه الشيخ عبد الله الجابر. نعم. فلما خلصت المسرحية استانس عبد الله الجابر، أعطاني أنا 10 ربيات وعطى حلوين الجماعي 10 ربيات. حلوين 6 أشهر أمي ديوهي تشتري. الله اجمل، يعني اجمل ذكريات انكتبت في هذا الكتاب. ما انساها ما انساها.